السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس 13، ودرسنا النهاردة بيتكلم عن الجمع والطرح بمقدار 10، بس عن طريق استخدام مخطط الأعداد. يلا بينا نشوف ازاي. بيقولي اجمع واطرح باستخدام مخطط الأعداد. طيب فين مخطط الأعداد بتاعنا؟ مخطط الأعداد أهو من 1 لـ120. طيب أول مسألة بتقولي إيه؟ بتقولي (3+10) هتساوي كام؟ التلاتة عايزين نزود عليها 10 بس باستخدام مخطط الأعداد. طيب فين التلاتة على مخطط الأعداد؟ برافو، ادي التلاتة على مخطط الأعداد. هنزود عليها 10، يعني هنطلع صف واحد لفوق. مش احنا عندنا مخطط الأعداد كل صف ب10؟ يعني ادي 10، 20، 30، 40، لحد 120. طيب يبقى هنزود 10، يعني هنطلع صف واحد لفوق. تمام، مين اللي فوق التلاتة؟ برافو، 13. يبقى 3+10 هيساوي 13. برافو عليكم. طيب ناخد مسألة كمان. بتقولي 15+10. الـ15 هنزود عليها 10 عن طريق مخطط الأعداد. أول حاجة هنشوف الـ15 هي فين. برافو، ادي الـ15. هنعمل ايه؟ هنزود 10، يعني هنطلع صف واحد لفوق. فوق الـ15 مين؟ الـ25. برافو عليكم. يبقى 15+10 هيساوي 25. يلا نحل المسألة الثالثة مع بعض. بتقولي 55+10 هتساوي كام؟ أول حاجة هنعملها هنشوف فين الـ55 على مخطط الأعداد. فين الـ55؟ برافو، ادي الـ55. هنزود 10، يعني هنطلع صف واحد لفوق. فوق الـ55 كام؟ 65. برافو، يبقى 55+10 هيساوي 65. يبقى كده عرفنا ازاي بنزود 10 عن طريق استخدام ايه؟ مخطط الاعداد. بنطلع صف واحد لفوق، يعني الرقم اللي فوق الرقم اللي هنجمع عليه 10. تمام، طب يلا نشوف بقى ازاي هنطرح باستخدام مخطط الاعداد. يلا بينا. اول مسألة بتقول لي ايه؟ 51+10 هتساوي كام؟ الـ51 هنطرح منها 10 باستخدام مخطط الأعداد. هنشوف أول حاجة فين الـ51. برافو، ادي الـ51. طيب احنا قلنا في الجمع بنطلع صف واحد لفوق، طب في الطرح؟ لا، هننزل صف واحد لتحت. 51 العدد اللي تحتها، الصف اللي تحتها مين؟ 41. يبقى 51+10 هيساوي 41. برافو. طب ناخد المسألة اللي بعدها. بتقولي 89+10 هيساوي كام؟ هنشوف أول حاجة 89. فين 89؟ برافو، ادي 89. هنطرح منها 10، يعني هننزل صف واحد لتحت. مين اللي تحت 89؟ 79. يبقى هيساوي 79. برافو عليكم. يلا نحل المسألة اللي بعدها مع بعض. 39+10 هتساوي كام؟ فين 39؟ برافو، 39 اهي. هننقص 10، يعني هننزل صف واحد لتحت. مين اللي تحت 39؟ 29. برافو عليكم. يبقى 39+10 هتساوي
29. طيب نلاحظ دلوقتي ايه؟ ان احنا لما نجمع اي عدد مع العدد 10 رقم الاحاد بينزل زي ما هو، لكن العشرات بيزيد بمقدار 1. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي بيقول لي لو 85 زائد 10 لو زودنا عليها 10 هيساوي كام؟ فين الرقم الاحاد في 85؟ الخمسة. طيب في العشرة فين الرقم الأحاد؟ الصفر. يبقى 5 زائد 0 5. طيب العشرات 8 زائد 1 9. يبقى 5 نزلت زي ما هي في 85، لكن 8 زادت 1. يبقى 5 هتنزل زي ما هي، والتمانية هتزيد بمقدار 1 بس. تمام. طب بالنسبة للطرح بقى نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان عند طرح العدد 10 من اي عدد برضو بيظل رقم الاحاد كما هو، ولكن رقم العشرات بيعمل ايه؟ بينقص او يقل بمقدار 1. زي عندي في المسألة دي 56 ناقص 10 هيساوي كام؟ عندي في الأحاد 6، في 56 الأحاد 6 والعشرات 5. عندي 6 لما نطرح منها 0 هتنزل زي ما هي، والخمسة لما نطرح منها 1 هتبقى 4. يبقى عندي الأحاد في 56 نزل زي ما هو، والعشرات اللي هي 5 قلت بمقدار 1.